ومن مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسلنا محمد جمال أعد لنا هذه الرسالة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تن تي في، اهلا وسهلا بكم من داخل العاصمه الاداريه الجديده وتحديدا من داخل الحي الحكومي. انا اتواجد الان امام مقر مجلس الوزراء بالعاصمه الاداريه الجديده، هذا المقر الذي استقبل اليوم اعضاء الحكومه ودوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لانعقاد اول اجتماع رسمي للحكومه المصريه بكامل هيئتها داخل العاصمه الاداريه الجديده وتحديدا داخل هذا المقر. هذا الاجتماع بدأ في الصباح الباكر وناقش عددا من الملفات على الساحة المحلية والساحة الدولية، وأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الانتقال التدريجي للحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس على المستوى الجغرافي فقط، وإنما سيكون على مستوى التطور في العمل من خلال الرقمنة والتحول من الاستخدام الورقي إلى الاستخدام الرقمي في مختلف الوزارات. كان هذا أبرز ما لدينا حتى الآن هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث انعقاد اجتماع الحكومة المصرية بكامل هيئتها داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.